نحييكم عن جديد مشاهدينا وانضمينا لشفتينا وزيريان سنة بالمطبخ. هاي كيفك؟ منيحة. اليوم عم نشوف باستا. شقتلك أنا أكثر. فينا نحكي شوي عن الطبخ؟ أوكي، سو الطبخة اليوم هي الكريمي شريمب غارليك شريمب. سو عنا الكريم، عنا الثوم، وعنا الريدس. أوكي. أوكي، سو لهالطبخة كثير حنستعمل الثوم لأن هي كريمي غارليك شريمب. سو عنا حبتين ثوم كبار مفرومين ناعمين. إذا بنحب أفضل نستعمل على القليلة ستة. أوكي، بس حنبلش مع الأربعة لأن في عالم كتير قوية طعمة لقلون. هنا الريدس هون نظفتهم، هلأ حفرجيكم كيف فينا نشيل القشرة بالبيت. إذا نشتريهم من السوبر ماركت فينا نشتريهم مقشرين. هلأ نحن صار موجود معنا بالاستوديو إيميليو مونس. yes. إيميليو، نحن أوكي مع كل القصص الزرقاء لون سياس. مع الريدس مش الحال. اوكي اوكي، وعنا هون ملعقة صغيرة من بودرة الحار، فينا ما نستعملها إذا ما منحب الحر. عنا 3 ملعقات كبار من البارميجان تشيز المبروشة كمان ناعمة. أوكي. البقدونس. بقدونس. عنا كمان 3 ملعقات كبار مفرومين ناعمين، حنستعمل نصهم للطبخة ونصهم للزينة. 3 ملعقات كبار من الزبدة. هون عم نستعمل باستا، هلا الريسيبي ما ضروري نستعمل باستا، فينا ناكلها مع الرز مثلاً. أو بلا أو بطاطا. أو بطاطا أو بلا كارب. بلاش. أوكي. عنا نص كباية من الكريم، وعنا نص كباية من مرقة الدجاج، فينا نستعمل مرقة الدجاج أو نص كباية من البيض الأبيض. أوكي، زيت الطريقة بس ندلهم. أو يعني بس تفرق كتير، لأن في عالم ما بيحبوا يستعملوا الكحول بالطبخ. أوكي. سو إذا بدنا نستعمل شيء تاني بديله، في منهم كمان ما بيحبوا مرقة الدجاج، مرقة الخضرة كمان فينا نستعمله، أو فينا نحط نص ملعقتين من الخل ومي كمان نص كباية، على القليلة تكون نص كباية. سو حنبلش مع الزبدة. هنا 3 ملعقات كبار مع الزبدة، حنستعمل حرارة واطية بالأول، بعدين للصاص بدنا نزيد بدنا نعلي الحرارة تتبخر الصاص وتتسمك شوي. هلا فرجيكم كيف. سو حنستعمل بلش مع الزبدة، ملاعق الزبدة. يس. وحنزيد عليهم الثوم. سو هنا 4 حبات من الثوم مفرومين ناعمين، وبنستعمل 6 وأكثر يعني، بس مينيموم ماكسيموم 10 يعني، ما كثير نزيد الثوم هالقد يعني. يعني بحب الثوم بتحمس يعني، بيروح فيها للآخر يعني، إنه بدي أحس بطعم الثوم لأن بعد في شريمب والكريم. أوكي، حنزيد عليهم الحار. الزبدة مع الثوم أطيب من الزيت مع الثوم، يعني الزبدة بتعطيها شوي للثوم هيك كريمينس. نحركهم سوا. هلا مثل ما عم تشوفوا ما في ملح على الطاوله، لان انا ملح بحب زيده اخر شيء. اوكي. في عالم ما بحبوا الملح، ملح وبهار اسود بنزيدهم اخر شيء. هون عندي الريدس اوريدي منظفين مقشرين، حنزيدهم هلا اول الحر بيغنينا شوي عن الملح، يعني فينا هيك نقلل ساعتها ملح اذا موجود الحار او البهار الاسود. في مثلا رب الحار بتكون مالحه، ثم بنستعمل الملح. أوكي. اذا معنا بودره الحار نخلطهم سوا حراره واطيه، بس يبلش يتغير لون الريدس، يعني بيصير لونه بس يستوي يصير ابيض شوي. بنزيد مرقه الدجاج او البيض او البيض او الخال او الخضره. اوكي، سو بنخلطهم سوا، وبس يبلش يتغير اللون حتشوفوا انه يتغير لون، يصير لونه ابيض. يعني ما بنطبخها على الاخر الريدس، لان قد ما طبخناها الريدس حتكون قاسيه التكستشر تبعها. سو بدنا نطبخ الريدس على الاخر بس ما ينشفوا معنا. اوكي، سو هلا حنزيد مرقه الدجاج. سو عندنا نص كبايه هون. سو بدنا نعمل صوص. اذا بنحب الباستا مثلا او الطبخه حالها شيء تكون كثير فيها صوص، فينا نزيد من مرقة الدجاج او المبيد او whatever، مش من الكريم، لان الكريم بتاخذ من طعمة الصوص شوي اذا كثير زدنا، وكثير بتكون دسمة شوي. سو بنخلطهم سوا، وهلا بدنا نعلي الحرارة.
عم نحل الحراره لان بدنا اول شيء تبخر الصوص فما تكون كثير يس تكمش على بعضها شوي، وكمان بس نزيد الكريم كمان انه ما فينا نترك الكريم على النار بدنا طويلة صح فينا نبلش معها. سو هنحط هون على جنب وبدنا نزيد كمان البقدونس. سو عندنا نص الكميه بنزيدهم هلا مع القريدس وبنتركهم تيتبخروا، بدهم تقريبا حراره عاليه 4 دقائق. اوكي بهالوقت حفرجيكم كيف فينا ننظف القريدس بالبيت، كثير هينه بنلبس كفوف اكيد. ناخذ القريدس بنشيل الراس تبع القريدس، ناخذ السكينه للمطبخ اذا عندنا سكينه اكيد بنغسلها قبل وبعد بنغسلها. اوكي اميليو شو رايك؟ سلامه الغذاء يعني ما فينا نحكي هلا عم بيراقبنا. سو بنقص القريدس وبنقشر القشره. هلا عاده القريدس في وسخ بقلبها، اوكي؟ بدنا نشوف في ناس ما بيشيلوها. في ناس ما بيشيلوها بس انا بفضل شيلها. في من تحت او من فوق، بدنا نشوف وين، او في من الاثنين حسب نوع القريدس. اوكي سو هون في من ميلتين، بس بدنا ناخذ السكينه او بايدينا اذا ما بنقرف بنشيل الاسود. اوكي وها هي. انا بحب اترك الدنب لان أحيان لي تاكل الشرمز. اوكي فينا كمان نشيله هون مثلا على ميلتين فيه. سو بنقص شوي مع السكينه نفتحها ومنشيل اللي بقلبه. اوكي هو بيكون مثل خيط يعني صح؟ yeah. شكله صح. خيط yeah. so في طريقه الباتر فلاي كمان الباتر اذا بدنا نعمل باتر فلاي ناخذ السكينه بنقص القريدس مش على الاخر وبنفتحها بس نفتحها ومنحطها على النار كمان بتطلع حلوه للبرزنتيشن. اذا طبخناها على هالميله بتجي بتطلع شكلها البرزنتيشن. اوكي انيويز اوكي خلينا نغلي القريدس. يا اتس اوكي خليها تغلي حراره عاليه بدنا اياها تتبخر شوي بس خليني غير الكفوف قبل ما اميليو يجي على المطبخ يبهدلنا. يعني نحن من بعد ما اشتغلنا بالقريدس نظفناه هون غيرنا الكفوف هلا شو بدنا نعمل؟ هلا حنزيد على الصوص الكريم. سو بنحط نص كبايه من الكريم. فينا نستعمل اللايت او العادي. سو نص كبايه حيتغير لونه شوي حيكون اورنج. اوكي بنخلطهم. اذا بدنا يعني نبدل الشريمب بشيء ثاني في فينا نستعمل الدجاج لحمه بتزبط؟ ما بتزبط الدجاج. انا بحبه الصوص هي طيبه انه اتس كريم صوص بالاخر مع توم. سو ما حيلا شيء حتكون طيبه مثل ما هي يعني اتس جود. سو بنخلطهم سوا. هلا بدنا نزيد البارميجان تشيز. فينا نستعمل انه شوي نحط شوي على جنب للبرزنتيشن بس انا حاستعملها كلها على النار تطلع اكثر كمان. سو البارميجان حتعطيني طعم كثير طيبه اكيد طعمه البارميجان الجبنه وكمان حتساعد انه تسمك الصوص. اوكي بنخلطهم سوا. تخيل حالي عم ترجم لك بس قولي انت بارميجان بقول لهم يعني بارميزان بارميزان. سو بنخلطهم سوا ونتركهم على القليله 3 دقائق. بس انه ملاحظ انه الصوص منا انه بعدها فيها انه كثير ماي كثير رخوه فيري ليكويد رخوه ما نخاف لان الصوص اوريدي بس نخلطها مع الباستا حتشد كمان بس نشيلها من على النار حنلاحظ بعد 5 دقائق كمان حتشد. سو ما بدنا الصوص تكون ناشفه. سو بهالوقت انه لاحظنا انه الصوص شوي انه اسمك شوي بنزيد الباستا هون بس سلقناه هون مع شوية زيت زيتون ساعة 10 دقائق مع ملح حطينا زيت زيتون اذا عملناهم قبل بوقت ما يلزقوا على بعض عم تشوفوا ومنزيدهم على الباستا بهالوقت. اوكي بنخلطهم ودغري منضيفهم لان انه نعمل انه ناكلهم. بتعرفي ليه؟ لان اذا تركتهم على النار 5 دقائق حينشفوا. اوكي سو بنخلطهم سوا حتى الباستا بتعجن صح
لان كثير اوقات بشوف انه الصاص هي كثير فيها ماء كثير رخوه، بعدين بشيلها وما فيني اظبطها بعدين، انه فيني ازيد مثلا شوي من ماء تبع الباستا، انه ما فيني ازيد كريم. وها هي بنخلطها. يا وريحتها كثير طيبه. صحيح. منا لايت بس اتس اوكي. وبعدين فينا نرش فوقها اخر شيء البقدونس والبارميجان تشيز. هيدي فكرة جديدة، لكن أكيد يلي صايمين فيهم يستبدلوا مرقة الدجاج بالمرقة النباتية أو صح. وفي عالم مثلا ما بدهم يشربوا الحليب أو ياكلوا شيء مع كريم، فيهم يعملوها بلا الكريم كمان تطلع كثير طيبة بلا الكريم. أوكي. بس نترك تتبخر زيادة الصوص ومنزيد أكثر أكيد. أوكي. وها هي شفتينا وزيريا، شكرا لوجودك معنا. أكيد يعني طبق مثل العادة بشهي. شو رأيك بتشيز أند واين؟ يوم طيبين. يس. بس نقول تشيز يعني واين. تشيز أند أكيد. أوكي يلا نتابع سوا تفاصيل تشيز أند واين بهالتقرير.